السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ديال لاكوزين. اليوم نعمل لكم حريره ديال القرعه. بالنسبه لحريره ديال القرعه، المقادير اللي عندي هنايا، عندي تقريبا 500 غرام ديال القرعه، واحد فلفله حمراء، واحد بصله، جوج معطيشات، ربعة حبات ديال خيزو جعده، جوج حبات ديال البطاطا حلوه، وواحد البطاطا، 70 غرام ديال الرز، وعندي هنايا جوج معالق كبار ديال زيت العود. تقدر تعملو حتى زيت عاديه. عندي هنايا واحد الفخط ديال الدجاج. تقدروا ما تعملوش الدجاج كاع، ديروا غير بالخضره، ولا تقدروا تعملوا كنور ديال الدجاج. انا عملت هنايا واحد الفخط ديال الدجاج، حتى العظم نطيبو معاه في الاخير نحيدو. وعندي هنايا جوج حبات ديال كنور خاص ديال الخضره، انما ماشي ديال اللحم ولا الدجاج، غير فيه غير ديال الخضره. واحد معلقة صغيرة ديال البزار، واحد معلقة صغيرة ديال كيمون، واحد معلقة صغيرة ديال سكنجبير، وثلاثة معشقات ديال الملحة. عندي هنا قبطة مخلط فيها القزبر، المعدنوس، والكرافس. مهم هاد المقادير كل شيء نديره في جميلة، وندير معها جوج لتر ديال الماء طاب. مهم شوفوا معايا كيف، شوفوا معايا كي غنوجد الحريرة. هاني رجعت عندكم. ملي كنعطيكم مقادير، انا قلت لكم واحد معلقه صغيره ديال سكنجبير، ولكن ماشي سكنجبير، انا بغيت نقول لكم كركومه. كركومه هي خرقوم. ان خاصه تعملوا واحد معلقه صغيره ديال خرقوم، حنا تنقولها كركومه، ان ماشي سكنجبير ولكن خرقوم. ازيد جميله كبيره، ومقادير قلت لكم قبيله، نخلطوا كل شيء هنايا في الجميله. المهم شوفوا معايا الطريقه ديال حريره. هاي خضره طابت، العظم ديال الدجاج حيدتو، الا شفتو خيزو جعده صافي ولات راطبه، صافي عرفتو الخضره ديالكم طابت. دابا نعمل فيها واحد معلقه ديال معطيشات ديال الحك، الا ما تتبغيشو تعملوها تقدر تحيدوها. المهم انا نعمل واحد معلقه كبيره ديال معطيشات ديال الحك، ومن ثم نطحنوها. المهم شوفوا معايا الطريقه كي عرفت نعملها. حريره داك الخضره كلشي طحنتو. الا ما عندكمش هذيك الماكينه بحال يعني، تقدروا تعملوا في الماكينه ديال الطحانه عاديه. الماء 3 لتر جات هي هذيك، ها هي، ها هي حريره وجدات. انه ها هي كي تجي، تجي شويه خفيفه، ما تجيش قاسحه. 3 لتر ديال الماء جات هي هذيك. نقرب لكم الكاميرا باش تبان لكم، جات واعره واعره، وانا مأكده 100% تعجبكم بزاف. الا صايبتوها خليو لي واحد ميساج في كومنت في يوتيوب باش نعرف كي جات لكم. دابا نقول لكم بالصحه والراحه، وما تنساوش تعملوا لايك وبارتيجيو فيديو وابوني، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.